السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نحكي عن السيماتري، نشوف شو معنات السيماتري وكيف أنا في أعمل سيماتري لبوينت، سواء بالنسبة لأذر بوينت أو بالنسبة لخط. بالبداية لازم نعرف أنه السيماتري هي نوعين. أول نوع من السيماتري عندي هو السنترال سيماتري. وتاني نوع هو الأكسيال سيماتري. فإذا السيماتري هي نوعين اللي هي السنترال سيماتري and أكسيال سيماتري. هبلش بأول نوع واللي هو سنترال سيماتري. سنترال سيماتري هي السيماتريك لنقطة، لحيلا نقطة، ولكن بيكون الريفرنس نقطة تانية. يعني هي is the symmetric of a given point، هي السيماتريك لنقطة with respect to a point. يعني هي السيماتريك لنقطة بالنسبة لنقطة. أكيد أنا دائما بعمل سيماتري لبوينت، ولكن اللي بيختلف إنه بعمل سيماتري with respect to a point فبتكون central symmetry، أو هلا حنشوف النوع الثاني بتكون with respect to a line فبتصير axial symmetry. تاني نوع اللي هلا حكينا عنه اللي هو الاكسيال سيماتري فاذا هي كمان is the symmetric of a given point with respect to a line. فإذا الفرق بيناتهم انه هيدي هي السيماتري بالنسبة لبوينت، انما هيدي السيماتري بالنسبة للاين. بكلتا الحالتين انا بعمل سيماتري لبوينت، ولكن هون عندي سيماتري لبوينت with respect to a point، هون عندي سيماتري لبوينت with respect to a line. السيماتري with respect to a point بسميها central symmetry، بينما السيماتري with respect to a line بسميها axial symmetry. رح نشتغل application لنشوف كيف برسم السيماتري، كيف بطبق السيماتري لنقطة، سواء بالنسبة ل other point لنقطة تانية أو لخط. application 1، هذا الابليكيشن عم بقول لي given the two points A and B as follows. هؤلاء النقطتين A وال B عندي يوم بهذا الشكل، أكيد بيكونوا النقط موجودين عندي بالسؤال. بالسؤال عم بقول لي construct C، نقطة اسمها C هي the symmetric of A، فإذا C is the symmetric of A with respect to B. فإذا أنا إذا بدي أعرف شو نوع السيماتري بتطلع شو فيه ورا كلمة with respect to. ورا كلمة with respect to في عندي point اللي هي B، فإذا هيدي هي central symmetry. طيب كيف بدي طبق central symmetry؟ كيف بدي أعملها؟ الكونسبت بيقول لي، المفهوم بيقول لي إنه دائما الشيء اللي ورا كلمة with respect to بيكون بالنص، يعني بيكون المت point ورا كلمة with respect to. طيب أنا هون عندي with respect to B، معناتها البي بدها تكون بالنص، بدها تكون بالنص. طيب بين مين ومين؟ بين النقطتين التانيين، يعني بين الاي وبين السي، واللي هي النقطة اللي بدي ارسمها. فاذا ورا كلمة with respect to اللي هي البي هايدي، لان ورا كلمة with respect to فاذا هي لازم تكون بالنص بين مين ومين؟ بين هايدي البوينت وبين هايدي البوينت. طيب كيف بطبق السيماتري؟ إذا البي أحية وأنا عمول إنه البي بدها تكون بالنص بين الـ A
وبين السي. طب ما لحتى البي تكون بالنص، فأذن أنا لازم طول على هاي الميلة لحتى البي تكون بالنص. فأني شو بعمل بهاي الحالة؟ أول شيء بوصل الأي مع البي، وبطول هذا الخط، ولكن أنا قلت بدي البي تكون بالنص، فبروح بقيس الأي بي. الأي بي اللي مبين عندي هون إنه 3 سنتيمتر، فبقيس هيدي الشقفة كمان 3 سنتيمتر بهذا الشكل. هيدي النقطة هي السي. فإذا with respect to B، يعني البي بدها تكون بالنص أو البي بدها تكون mid point. أول ما بعمل سيمتري بحط إنه هيدي الشقفة من الخط قد هيدي الشقفة من الخط، يعني بدي أقول إنه صار عندي الـ AB بيساوي الـ BC بين قوسين باي سيمتري، لأني عملت سيمتري. دائما بس أعمل سيمتري النقطة اللي ولا كلمة with respect to بتصير هي الميد بوينت لهذا السيجمنت، يعني هون البي از ذا ميد بوينت اوف سيجمنت اي سي. اذا بدي اشتغل ابلكيشن ثاني كمان على السنترال سيمتري، فاذا اذا عندي هذا الابلكيشن عم لي جيفن ا لاين اي بي، واللي هو بالفعل هو هذا اللاين هو سيجمنت، لانه انا بعرف اوله بعرف اخره، فاذا في يعتبر انه هو سيجمنت اي بي ايكوال 5 سنتيمتر، هذا الخط قياسه 5 سنتيمتر. بالسؤال عم يقول لي construct F، نقطة اسمها F واللي هي the symmetric of B with respect to A. فإذا أنا بتطلع ورا كلمة with respect عندي A، فإذا ال A بدها تكون بالنص بين ال F وبين ال B. طيب ما ال A موجودة هون وأنا بدي ال A تكون بالنص، فإذا بدي طول هذا الخط وقيس هيدي الديستانس قد هيدي الديستانس لحتى تطلع لي بالنص. هذا الخط معي 5 سنتيمتر، فاذا انا هون بدي قيس كمان 5 سنتيمتر. فاذا هيدي النقطة اللي هون هي النقطة F، ومباشرة انا بحط انه هذا الخط قد هذا الخط، يعني FA بيساوي الـ AB بين قوسين باي سيمتري. يعني بمجرد اعمل سنترال سيمتري النقطه اللي ورا كلمه with respect to بتكون هي الميد بوينت لهذا السيجمنت. هلا بدنا نشتغل ابلكيشن 3 واللي هو عن الاكسيال سيمتري لشوف شو الفرق بيناتهم. بهذا الابلكيشن عم بقول لي consider the point A and the line D as follows. عندي هاي البوينت A وهذا الخط straight line اللي اسمه D. بالسؤال عم بقول لي construct B واللي هي the symmetric of A with respect to straight line D. نحن بالابليكيشن اللي اشتغلناه قبل كان عم بقول لي with respect to نقطة، ولكن هون عم بقول لي with respect to a line. فإذا عشان هيك اسمها axial symmetry، هيدي منا central symmetry، إنما بدي اشتغل على نفس المبدأ. دائما ورا كلمة with respect to بده يجي بالنص، يعني هذا الستريت لاين دي بده يجي بالنص بين مين ومين؟ بين البي وبين الاي. فاذا لانه ورا كلمة with respect to، فاذا هذا الخط بده يكون بالنص. طيب انا عم اقول هذا الدي بده يكون بالنص بين الاي وبين البي، بس ما الدي موجود هون والاي موجودة هون، فاذا منطقيا البي بده تكون هون. ولكن كيف بدي امشي انا؟ احنا قلنا لو كانت هيدي بوينت كنت برسم خط وبقيس قده، بس ما هذا الخط كيف بدي اقيس؟ هيك ولا هيك ولا هيك؟ الشيء اللي بدي اقيسه هو بدي اقيس بطريقه بيربنديكولار، يعني بدي اقيس خط زاويه 90. فكيف بعمل هيدي السيمتري؟ بجيب سب سكوير لحتى اعمل انجل 90 ديجري، بعمل 90 ديجري على الستريت لاين دي بهذا الشكل. فاذا هيدي 90 ديجري، ولكن بدي خليها تمرق بالاي، فبزيح لحتى تمرق بالاي، صارت بهذا الشكل 90 ديجري ومرقه بالاي، بوصل هذا الخط. هذا الخط اللي رسمته وبطوله
وبقيس بعد ما طولت هذا الخط بقيس من عند هيدي النقطة لعند الـ A. عندي فور اكزامبل طلعت 3 سنتيمتر، فهذا الخط كمان بده يكون 3 سنتيمتر. هيدي النقطة هلأ اسمها B، وصار عندي هذا الخط قد هذا الخط، فإذا الدي الستريت لاين دي صار بالنص بين الـ A وبين الـ B، يعني الديستنس من الـ A لعند هذا الخط واللي هي هالشقفة، هاي البوينت إذا سميتها O for example، حتكون الـ AO بتساوي الـ OB، يعني الـ D هو بالنص، وهيدي الأنجل حتكون 90 ديجري مثل ما أنا رسمت. فإذا الأكزيال سيمتري بتعطيني شغلتين، بتعطيني إنه الـ AO بتساوي الـ OB، هاي أول شغلة، وبتعطيني انه هاي الانجل بتساوي 90، او بتعطيني انه straight line AB perpendicular على straight line D. لاي لاني عملت axial symmetry، او بطريقة تانية صار في يقول انه straight line D is the perpendicular bisector of the segment AB لانه عامل 90 ديجري ثرو ذا ميد بوينت. رح نشتغل بعد ابلكيشن كمان على الاكزيال سيمتري. بهذا الابلكيشن عم بقول لي كونسيدر ا لاين دلتا، هذا اللاين دلتا، اند ا بوينت اي از فولوز، مثل ما شايفين هون عم بقول لي كونستراكت، بدك ترسم لي نقطه اسمها جي واللي هي symmetric of i with respect to delta. ورا كلمة with respect to عندي الـ straight line delta، فإذا هي axial symmetry لأنه with respect to a line، معناتها هذا الدلتا بده يكون بالنص بين الـ i وبين الـ j. فإذا هذا الدلتا بده يكون بنص المسافة بين الـ i وبين الـ j، فإذا حتما الـ j بده تكون على هالميلة. ولكن كيف؟ مثل ما قلنا بدي أعمل 90 ديجري على الدلتا، فإذا بهذا الشكل هيدي 90 ديجري، ولكن بده يمرق بالآي، فحتصير بهذا الشكل. وهذا الخط منطوله، وبدي قيس هيدي الديستانس اللي هي عندي هون 2.6، فبقيس قدها كمان 2.6. فإذا هيدي البوينت هون هي الجي، تلقائيا بحط هيدا الخط قد هيدا الخط، هاي النقطة هون كمان رح سميها O، وهاي الأنجل 90. فإذا صار عندي الـ IO بيساوي الـ OJ، and الـ IJ is perpendicular to delta. لاي لأنه عندي axial symmetry، أو بطريقة تانية في يقول إنه صار الـ straight line delta is the perpendicular bisector of segment IJ. لا، لأنه عامل 90 degree through its midpoint.